حاجة في المرحلة الأولى دي إنك أنت تعمل اكتشافات خادعة، اكتشافات خادعة تشكك الناس من غير ما يحسوا، تبتدي تزود حالات التشكيك. زي مثلا ما انت قلنا مثلا، يعني مثلا الفترة اللي فاتت علماءنا لما اعلنوا ان هم لقوا بلوكات جينية في نيازك جاية من الفضاء، فأثبتوا ان الجينات ممكن تتعمل بطريقة تلقائية وان هي ممكن تكون في الفضاء، وبعدين ترسيخ كذا تطلع على الناس كل شوية اكتشافات زائفة بس الناس تفتكر ان هي حقيقية. هيحصل برضو حاجة في الفترة القادمة، وهي اللي وراء ما يتم في المسجد الأقصى، وما وراء الحفريات اللي تحت المسجد الأقصى، وما وراء ما يتم من والعياذ بالله هدم المسجد الأقصى. ها؟ هما بيلعبوا بأحلام اليهود ليه؟ لان هما بيخططوا، هما مستخدمين اليهود رفيا. هما بيخططوا. طب دول شياطين الانس ولا الجن؟ ما هو الاثنين، الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض. لكن انا مثلا هقول لحضرتك حاجه، واعتقد ان يعني والعلم عند الله ان انتوا هتشوفوها الفتره الجايه، ها، ان هما بيلعبوا زي ما قلنا باحلام اليهود، لكن هما اصلا عايزين الهيكل الاصلي اللي هو مش تحت المسجد الاقصى ولا حاجه، ماشي، وموجود فعلا في مصر. هما عايزين الهيكل الاصلي ان لاحلال لوسيفر فيه بدل احلال الرب في عقيده اليهود وكذا. لكن هما بيلعبوا باحلامهم ليه؟ عشان لما هيتهدم المسجد الاقصى، وهو دلوقتي مخوخ على فكره من تحت، يعني مسجد الأقصى هم حفروا تحتيه كله مخوخ من تحت، والبناء قديم، وباب المغاربة متهالك وكذا وكذا وكذا، وكلنا عارفين ده. ماشي. لكن لا يحصل ايه، هم بيستخدموهم ليه؟ لان بعد ما هيحدثوا كم من الزلازل، ودي برضو موجودة في المرحلة الاولى، هيعملوا كم من الزلازل مصاحبة لأحداث معينة، وهيتم استهداف اماكن دينية فيها، وبالقصد هيتم استهداف اماكن دينية فيها، ان هيطلعوا من تحت المسجد الأقصى أو من تحت أماكن دينية محددة، وأنا أعتقد أنه من تحت المسجد الأقصى هيطلعوا مخطوطات قديمة جدا، وهم عندهم قدرات عالية جدا على التزوير وإثبات الألاف السنين عليها وكذا وكذا وكذا. هيطلعوا كم من المخطوطات اللي تبين خطأ العقائد الحديثة وتشكك الناس فيها وكذا وكذا، وهيلعبوا الموضوع ده بطريقة، بس بعد طبعا إيه ما يعملوا لنا شوية خرابات في دماغنا وكذا وكذا وكذا. هيطلعوا من تحت، وهم معدين لده فعلا، ان هم هيطلعوا من تحت المسجد الاقصى بعض المخطوطات اللي تعود لالاف الاف السنين قبل يعني، فبيشككوا في العقيده وبينسفوا كل الفئه، وهيحاولوا يروجوها على الارض وكذا وكذا. فاول مرحله زي ما قلنا تفتيت وعي الانسان، جعله على طول يساق لحاجات خرافيه وغيبيات وانتظار كوارث مش عارف ايه، في الوقت اللي بيتم مثلا تفعيل حاجات وبتاع، بس انت بتشتت له مخه. اوكي. تاني حاجه، انك انت في المرحله برضو دي، سواء هي بتحصل وهتحصل برضو على مستوى أعلى، إنك بتستخدم إمكانياتك التقنية في عمل زلازل وعصير وكذا 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 وكذا. أوكي؟ المرحلة الثانية في مشروع الشعاع الأزرق هي مرحلة تسمى مرحلة العرض الفضائي، بس ده طبعا بعد ما تكون أنت إيه خلخلت الناس خلاص، لعب في دماغهم، وانت تمام. اصلا انت شغال على المخطط ده من زمان، بالاعلام، بالصحافه، بالاقتصاد، بالسياسه، بالبتاع، بان احنا نبقى ايه في منطقه الشرق الاوسط اللي فيها الرساله الخاتمه، مشغوله بالصراعات من من من, من وخاصه طول القرن اللي فات ده. انت لا يعني خلاص بقيت مفصول عن العلوم اللي في العالم، بقيت مفصول عن المعرفه، بقيت مفصول عن كذا، ها، وحاطينك في الجهل والبتاع، وانك تفضل يطلع لك شويه مش عارفه جماعه ايه، وشويه جماعه ايه، وشويه قاعده شمال المغرب، وشويه قاعده مش عارفه، وشويه جهادين ايه، وشويه، واحنا عمالين نخبط في بعضنا ونقتل في بعضنا وكذا وكذا وكذا، ها، وعمالين احنا في صراعات كده وملناش دعوه باي ايه وجه في العالم، في حين ان العالم عمال يسيطر علينا ويسيطر على موارد غذائنا ويسيطر على كذا، في حين ان احنا نملك كل الموارد الطبيعيه اللي في العالم. يعني هم محوشنا كسله الغذاء المستقبليه وسله الموارد، هم محوشنا، فعمالين ايه يشتغلونا كده، ويقوموا عاملين لنا حرب هنتشغل فيها وكذا وكذا، ويعملوا لنا شرارات حروب وانهاك وتدمير وافلاس وابتلاعات من الداخل، واحنا نملك موارد العالم، وهم حاطين في دماغهم ان احنا حصاله الموارد الغذائيه والموارد الطبيعيه للمستقبل اللي هم عايزينه لقيادتهم منظومة النظام العالمي الجديد من عندنا. طب المرحلة الثانية في مشروع الشعاع الأزرق هي مرحلة ما يسمى العرض الفضائي. مرحلة العرض الفضائي دي يعني ايه؟ يعني هم درسوا زي ما قلنا معتقداتنا بالكامل، كل المعتقدات الدينية، مش بس مسلمين مسيحيين يهود، حتى البوذيين، حتى الشيعة، حتى كذا حتى كذا. كل الأديان عندها صورة المخلص بطريقة أو بأخرى، مخلص اللي هيجي في اخر الزمان، ماشي. يعني احنا
المسيحي يعني المسيحيين والمسلمين مؤمنين بالنزول الثاني لسيدنا عيسى عليه السلام. لكن مثلا ايه المسلمين عندهم المهدي. الشيعة عندهم مهدي الشيعة، بس مهدي الشيعة مختلف عن مهدي السنة. والاسلوب كله مختلف عن السنة. البوذيين منتظرين كذا، مش عارف ايه منتظرين كذا. هم دارسين بقى كل الاعتقادات سواء السماوية او الاعتقادات اللي هي ايه الوضعية بدعية. كل الحاجات دي تم تخزينها في صور، يعني تم برمجتها كلها بحيث ان هم هيعملوا ايه بعد تدمير الوعي الانساني والخلخلة دي كلها. مرحلة العرض الفضائي دي هيعملوا تصوير ثلاثي الابعاد، ويتم وتم الاعداد له تماما عن طريق استخدام اللي هنشرحه اللي اسمه الهولوجرام والبروجكترات الفضائية او اجهزة البث الفضائية ومنظومة الاقمار الصناعية وقواعد ارضية، في انه يعمل لك اشكال تشوف نزول المسيح، يعمل لك عليه السلام نزول كذا، أي حاجة عايز أعملها هيعملها يعني. هيعمل لك آلهة بعد ما هيشككك في أصول الأديان وكده، هيعمل لك إن دول برضو إن حتى هو نزول المسيح بيدعو لهذه الديانة، لأن إحنا حصل تضليلنا منزلين من كذا حاجة من عندهم وبيدعو كذا. والجزئية دي عندهم اسمها مشروع الصيحة. مشروع الصيحة ده ليه سموه كده؟ اللي هي المضادة لصيحة جبريل عليه السلام، اللي هو لما يجي الإمام المهدي يعني احنا عندنا ان في حاجة اسمها صيحة جبريل اللي هو يعرف اهل الارض بظهور الإمام المهدي. فده نسمينه مشروع الصيحة عشان تبقى مضادة لصيحة جبريل. كيفية التنفيذ ده هنشوف كيفية تنفيذها ان شاء الله، والاجهزة دي معمولة ازاي، ويعني ايه هولوجرام، ويعني ايه كذا، ويعني ايه كمان ان احنا من احد اسباب برضو الغرقان بالكيماترال الفتره اللي فاتت. الكيماترال دلوقتي غير ان هو يحتوي اكاسيد معدنيه زي اكاسيد الالومنيوم، دلوقتي بيستخدم معاه الباريوم واكاسيد الباريوم. ليه؟ لان الكيماترال برضو في المشروع اللي هو بتاع العرض الفضائي هيستخدم للتكسيم برضو، ان هو يعمل امكانيه تكسيم الصوره بصوره كامله يعني. وهنشوف يعني ايه هولوجرام وازاي نعمل العواكس ديت وليه منظوم. طيب طب اكمل الخطوات ونشوف الفيديو واشرح الفيديو. الخطوة الثالثة فيها زي ما احنا اتكلمنا قبل كده عن اساليب السيطرة واساليب السيطرة التقنية وكده، فالخطوة الثالثة في مشروع الشعاع الازرق فيها الاستخدام المكثف للموجات المغناطيسية الخفيضة اللي هي EELF، اللي هي الموجات المغناطيسية الخفيضة اللي هي بتسيطر او بتعمل استحواذ على الانسان. فممكن ان انت يعني بعد ما خربوا دماغه بحيث ان اللي هو هيعمله آلهة ديت لما بتاع هيكلمك، اولا هتديك شعور بالطيبة وبالخير والكذا، شعور بالمحبة قوي، ها بحيث ان انت ما تحسش ان دي يعني حاجة شر او طاقة سلبية او كذا. تاني حاجة ان هتعمل لك ان الصوت استحواذ دماغي، ان زي ما يكون صوت صادر منك. او في فصل؟ طب اوكي